يعني الصور دي كما قول شديناها لو فوق الست شهور يعني ضحيت وما ها في ميزان هزوا وزنه هزوا الميزان هات بسكول انا ما عنديش بسكول اتفضل بالميزان ايش يعمل يعطيه العالف يحط له الملح يعبيه بالملح الصبا يعطيه الماء يضرب 20 لتر ماء حطوا على البسكولة حتى ب 17000 يخلص ب 17 دينار يخلصوا بالكيلو علوش يضرب 20 لتر ماء يكون يوزن 30 كيلو ولا يوزن 40 كيلو الجزائرية موجودين في الحب كله ويشتروا وعندهم هم الحق يجزوا من عندنا واحنا ممنوع علينا يتعاملوا مع التوانسة على الحدود ويهربوا على الحدود يجيب الكمين ويدفع في الرشوة في الثنية الدولة الجزائرية عاتي للفلاح ثلاث سنين يعلف القطيع نتاعو مجانا نحن يبيع للي يلقي زريبة فارغة صدقيني ثم عندي الهبل لو كان يجي واحد زوالي مثلا هو سوم ما نعلوش مليون و 400 يجي معاه صغير ويكبش فيه ويقول لك خليهوني مليون كي نبدا كيكا مانيش خالص نقول له برا القيس عاير يقول لك علوش مليون هذا يبعته ب 17% تفضل شوفوا ساعة وزيد شوفوا علوش مازال هذا كريت وكاكا مازال علوش هنا هو العلوش الاخر هذايا تفضل شوفوا هانو من اللحم غادي هانو بينك العلوش تفضل العلوش نتاع العيد راه موش كل علوش عيد يلزموا يحبوا سردي ويحبوا مقران ويحبوا نظيف ما فيش حتى ضربه صغيره يا بعد هذا يا بعد واخر هذاك 15% هاي تفضل ها وين وهز حتى الميزان زيد بلا يوجه من هنا بوجه العلوش من هنا باش يبان باش يبين ها تفضل راهو يحبوا يعني زينه متاع عيد يزيد ها وين يحبوا سردي ويحبوا مقران ويحبوا ما فيش حتى ضربه ويحبوا يعني ويحبوا بليش وهو متكلف تم الزيرية جو سوق بوسالم بالخميس وسوق الكريب بالاثنين والبتلات يجي فو تمشي غادي صور الصباح بكري ياخذ في البقر يقول لك اربط العجل غادي مثلا انا مش نشتري بزوز يعطيك اربع ملاي ومن بعد يتعاملوا مع التوانسة على الحدود ويهربوا على الحدود يجيب الكمين ويدفع في الرشوة في الثنية الجزائرية موجودين في الحب كله ويشتروا وعندهم هم الحق يجزوا من عندنا واحنا ممنوع علينا جو للحب ونخاطروا فيه موجودين يجوا الجزائريين يشتروا فيه السعي نتاعنا ويهربوا ويهزوا فيه للجزائر موجودين الجزائريين يشتروا اخويا برا الرحبه تاع الكريب وبرا البوسالم تلقاهم تاع باشا وبالاختار معاك ونعمل انا تليفون تو قدامك تسال قول له الجزائريين يجوا يشتروا من نهار الاربعاء نتاع الليل يهزوا في العجول ويهزوا في البقر يهربوا فيه انا باش نشتري بثلاثه يدفع لي سته هو بتبيع انا يساعدني انا هز عجل باش نبيع بثلاثه نلقى باش يكون بسته بتبيع باش يمشي معاه هو يعطيه سته خي انت تو كان واحد يبيع بمليون ونص نقول له مليون 700 تو يبطل طول دور يقول له بيع وليا يشتروا فيه الجزائريين يشتروا شنو انا ولد فلاح وانا اسلم بوسال انت توا جاي تشري ولا جاي تبيع انا جاي انا جاي نشري جاي تشري ايش رايك في الاسوام الاسوام والله جيت لهم تعدري عام عملناه الجفاف العلفه غاليه بالت قلت ب 35 فهمتني و كانت ب 10 بالطبيعة وزيد الدولة الدولة التونسية مسعراتها ب 22 اللي عملوها ب 15 نورمال ما على الأقل شيء ب 17 حطته ب 22 بالطبيعة اللي يبيع تو باش يكبش حتى في السوق علوش يتكلف مليون و 700 علوش غالي والله 15 لوز وكل ذي نزلت ما شريتش انا ناوي تشتري سعراتها ب 22 فلاح كذا تحب يبيعه مالك غالي 900 غالي وحتى الدولة غلت زاد على السوق سعراته غالية تمشي للرحبة اللي عملتها الدولة مسعرة فيها الكيلو على 21 ما صعيب شوي اي غادي 21 جايك العلوش صغير يتيح لك اكثر بالكيلو اكثر من ال 21 الف السويم ال 14 حتى ال 17 12.50 11 والسبب تحبي تعرفي السبب شنو هو الغلى العلوش هو التلاعب في الرخص نتاع العلف فهمتي ثم انسان ماخذ جزء رخص وثم ماخذ رخصه في الثوره ماخذينها في الثوره ونعرفهم ماخذينها على 500000 الرخصه في الثوره ويتلاعبوا بالعلف يعطوا فيه مدعمته الدولة الفلاح يعطوه شكرتيا الفلاح والقشير اللي ما عندوش حتى شق ياخذ شكرتيا يدور من غادي يقولك تشريهم ونبيعهم لك فهمتي ونقسم بالله العظيم إلا التلاعب دون من نيابات متاع العلف نحب الدولة تراجع الرخص متاع النيابات متاع العطوه راي ماخذينها في الثورة ب 500000 الرخص بالاخص احنا عندنا غادي في القصرين راهم ماخذينها بالفلوس في الثوره يعني مشايخ ماخذ رخص يعني رؤوس الاموال الكل ماخذ رخص والتاجر هذا الفلاح الصغير
حبوا كسروا وحطموا يبيعوا لي في شكارة العلف مدعمة يبيعوها له منشنوار ب 100,000 وب 80 و90 هم وحسب كانوا متواجد ينقصوا شوي في السوم كانوا العلف مثلا مش متواجد يطلعوا للي يخلوا الفلاح يبيع ساعيه وما يشريش بيه شكارة شعير. الجزائر معطينهم 3 سنين دعم. الجزائر الدولة الجزائرية عاطية للفلاح 3 سنين يعلف القطيع نتاعو مجانا. نحن يبيع 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 للي يلقى زريبة فارغة. صدقيني ثم صدقيني ثم عندنا الهبل. هبل ما عندوش حتى ما عندوش دون الفلاح دون النعجة ذي. بيعهم بيعهم باقي المرح ما فيش نقسموا بالله الهبل ولا مهبول يمشي يتحدث واحد مهبول. بالواقع اللي نحدث فيك وموجودة ولا تكذب نهزك ليه. الانسان اللي مرض بخرج من عقله من ساعي ومراحه قاعد فارغ موجود بالميزان ايش يعمل يعطيه العالف يحطه للملح يعبيه بالملح الصبا يعطيه الماء يضرب 20 لتر ماء حطه على البسكولة حتى ب 17,000 يخلص ب 17 دينار يخلصوا بالكيلو علوش يضرب 20 لتر ماء يكون يوزن 30 كيلو ولا يوزن 40 كيلو وفي العشية يروح العلوش بنتي كلها قشر والله كلها اسمه هي ياسر انت ما العلوش هذي اللي طلعته فيه هاي ها هم الفلاح هضم حتى ذا الفلاح بالنسبة للعلوش 100 كيلو يعطيك الحمسة في 40 كيلو على يعني يتكلف الكيلو ب 75 دينار من الاخر وعلى الاخر مش تسيب الكيلو على 22 ناحي جلد ناحي شيء يعطيك 40 كيلو 100 كيلو تكلف ب 70 ب 75 دينار يجيك متشرد اللي هنا بيش يبيع يعطيك كل حليل هرا يضربك تاع شهر ولا 15 يوم اللي هنا بيش يبيعه كل مسوته بس اي نحكي لك ب 130 شوفي انت ضايع مثلا عنده 40 بركوس ايش باش يعلفهم 40 كل يوم يحطوا في 50 كيلو روع علف 50 كيلو ورط مسكين يضرب 5 شهور 6 شهور ويعاني هذاك الأم تعس الولد يعس البوي يعس شوف تهز شوف ما تهزش علو ضرب الدم بالرسمي نحكوا برحمة بوك نتكلم في الغلط يعلو ضرب الدم مش كذا هذا ما فماش ما فماش فما علوش ميت في الطريق هذا تغسلت الغلام في بعض مشيت على روح تضرب له كعب مشي على روح عند الحق ها وجمع ما تقولوا ثلاث على ليش ثلاث على ليش في 800 همسة زملين ويش كلها تعاني بني تعامي كلها تعاني زملين 400 يا عمار كلها تعاني كلها تعاني قلت لك اللي يذوعوا ولي يحسبوا ما لا لا ليش الاخرين خاطر ما عندوش حتى حل مالش نوش اسم ها لا لا انا قشير هذي بيعوا ب 15.50 هذي ب 15 طالب على ربي سوم هذه ب 14.20 14.80 هذا ب 14.80 بيعوا شلوس ونسيت عندك ليش؟ عندي هذا قال لي هذا 14.50 لا 14.20 هذه 14.50 وذيك اللي وريتهم لك 14.20 14.20 هذا طم تشدك مع العبيد ولا مين؟ من اللي ها مش متشدك مع العبيد ساعدهم العبيد هم ناس قاعدة هم ناس أنا كانت عندي 40 كعبة قاعدة هنا 18 كعبة معناها اللي قالوا توينسا مش باش تشري وما عندهمش فلوس فماش منها ليه صحيح العبيد العبيد ما عنديش فلوس هي حما زاد الفلاح يحليل وزاد خاطر مش عام كامل يعلف وواحد وبعد يجي فهم فيها كيف هي شنو هي اكثر مشاكل تعرضوا لها كتبداو في الرحبه لهنا والله حالي ما عمري بتعرض هذا المشكلة انت من هنا ساعة باش نفهم سؤالي صحيح ولا انت من هوني ولا جاي؟ هاي اما اصلي من قصري انا منين من القصرية أنا اثنين متطلقة ما عندي 5 سنين نخدم عمري ما تطلقت في حد شيء الفلوس شد تهز أكثر من 5 مليون يقولك أكثر هز من 5 مليون يفكوهم أي معناه صار لكم مشكلية مرة ولا مصاري مزيد مصاري ليه أنا ما عمري ما هزيت معي فلوس صب في البنك ونص الغد نجب نخلص العبيد وما عمري ما صارت لي حتى حكاية طبعا كان يجي واحد زوالي مثلا هو سومه نعلوش 1,400,000 يجي معاه صغير ويكبش فيه ويقول لك خليهولي مليون
كي نبدا كيكه مانيش خالص نقول له برا القيس سعيد قول له يجي القيس سعيد ياخذ لك علوش مليون خاطر انا زاد تو مثال انا ماخو مثال نقول له ماخذ انا ب 14% انا نغني عليه ب 15% يعني انا باش نبيعه ب 54 باش نربح فيه 50000 العلوش هذا كي نبدا مثال انا قشار يعني مانيش باهي يا وجينا القشاره قال لك القشاره هما مغليين العلوش وهما هي الكين السوق يكذب عليك يقول لك القشار مغلي السوق بالعكس انا نلقى في هذه 30 20000 نبيع ونمشي نجيب غير واحد اخر انا ماذا بايا بزي ما تبزيد على اللوش متى هذه لقيت فيها 20000 نمشي نبيع ونجيب واحد اخر نزيد نلقى في هذيك 20000 وكذب بالربي هذيك يقول لي القشاره اخر ايامات العيد تقعد لهم سلعه يرخص فيها على الاخر اللي يحب يشري يشري اخر نهار لا ما عمري ما صارت لي انا قلت لك عندي تو 5 سنين ها حتى بابا بعدين ما عمري ما صارت لي ما عمري ما قعدت نهار العيد ما تقبل العيد بنهار ما عمري ما قعدت عندي حتى على اللوش وهي العباد هنا الكل تعرفني يا ودول انا وصل ما عمري ما قعدت عندي حتى على اللوش